صباح الخير عليكم الشيري اللي صبحتو، ان شاء الله تكونوا كاع غايه لاباس والله الحمد لله حمد ربي. يوم الشيرات الجمعه ان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا وعليكم كاع ان شاء الله امه المسلمه ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله تمنوا الجمعه الجايه ان شاء الله يا ربي فتحوا المساجد والناس تصلي التراويح وتصلي الجمعه يا ربي طول ربي معايا ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله الشيري تجيب لكم اليوم فطوري ان شاء الله ونصورها معاكم اليوم عندي الطعام ان شاء الله. الدنيا راه مريا قديم، انا راني وحدي في كوزينه، راني في ساعه بديت ان شاء الله غادي ندير مرقة وعندي مفاجاه ان شاء الله الطعام قاعدين بعد نقول لكم. دروك انا يعني داير اللحم كنت نطول معاكم، درت اللحم درت الحمص يعني غادي ندير حبه تاع البصله، درت حبه بصله شويه كبيره باش تجي المرقة شي مرقة شويه ثقيله خاطر شابه. انا عندي الزيت كما قلت لكم الزيت ما تكثروش توجو ندير زوج مغارف تاع الزيت. هنا الشيرات عندي الحرور هنا فلفله حمرا نبغي يعني باغي مرقة حمرا مرقة تاع الطعام نبغيها حمرا مغارف تاع فلفله حمرا كيما قلت شي شابه حمرا. عندي هنا قرفة تاني انا بغي تسيو تشوديو فيها شوية قرفة تشي واحد المرقة حلوة علامة انا شوية تاع زعفران باش نزلنا هاديك لا كولير شابة ما تكثروش. هنا بغي تجيب زعفران ما ديرش انا نبغي. وهنا عندي الطوماطيس تاع الكوطي عندي مغرف تاع الطوماطيس تاع الكوطي كيما هاكا بزاف. هنا دوك ندير الغاز عندي خضرتين يعني وجدت هاني دايرتها هنا في الماء. عندي الكابويا كيما نقولو كورجيت اجواء تاع حار نبغيها في الماركة تاع الطعام. عندي كاروطة سوداية اللي كان الخضرة اللي كانت عندي ديجا كملت لي واحد الحبة نقيتهم الصباح. عندي اللفت حبة تاع اللفت الكاروطة البطاطا هادو تكون قليل كاع المرق ونقيت خضرتين ان شاء الله. دوك من بعد نولي لكم باش نقول لكم شاهي المفاجأة. ماشي شوفو المرقة تاعي كانت قليت كاع ديك البصلة ممكن درت الحمص شريت الحمص باش نقولكم عليه الحمص والملح ثاني دوك صاي ديك البصلة كاع قليتها قليت فيها وغادي نمرق كل ما باقي ليا شوية تاع هاكا الماء حامي نجي نقولكم الماء حامي صاي المرقة الماء غير أحسن ما يغطي الماء حمرا وشابة. دوك انا نبلع عليها نبلع شوية الحمص اللي بغي يطيب شوية واحد 10 دقائق ومن بعد باش نعاد نرمي الخضرة هاد الخضرة غير طرية بالخف الطيب. شيرة ثاني وليت معكم هنا صاي درت الكوطة تاعي بلعتها راح تدور. دوك المفاجأة اللي قلتها لكم شيرة ما تضحكوش عليا انا خدش عليها في هاد الماما ضرب قليل يوم يفتلو. اليوم جبت لكم غادي نفطر الطعام درو قال لي ما تجيش هذاك تاع البوسه توحشنا تاع الفتيل قلت والله مي راني قاعده وعندي غلابي وعندي سميد انا ما بروفيتيش وندير شويه طعام تاع الدار يجي بنين ويجي فيه البنه هذيك تاع باك اللي كنا ناكلو هذاك الطعام كنا نديرو الطعام ونديرو ديك الزلافه كبيره نتلمو عليها العائله درك البنه راح تاع كلشي راح انا شريت راه عندي سميد سميد نورمال هكا غليظ شويه ولا متوسط. انا عندي عندي هذا السميد رقيق ثاني توجو خطا اللي فاتت درت لكم البركوكس سبته معاكم وليتكم كتفطلوه ساهل. وعندي الغلابي ثاني غلابي اللي يليق يكون عندك في الدار غلابي تسحقيهم مليح في الدار انا راهم عندي صافي لونطون نسحقهم نفتل بيهم البركوكس نفتل طعام منكتبش عليكم مانيش نفتله بزاف خطرات كي نتوحشوه نفتله. هنا الشيرات نبداو بسم الله. هنا عندي السميد هنا تكتبو الماء وديروا الماء كيما هكا تشمخوا تبداو تفكروا ما تعرفش حتى تتعلم بشويه بشويه تدخلوا تفكروا الطعام. انا نقعد نفكر فيه هنايا نزيد شويه تاع خاطر كيما البركوك ستكلا فهمتكم شاولا هنا دوك نقول لكم يختلف في الغلابين هادو غير بشويه تاع الماء ما تكثروش الماء باش ما يديركمش هذوك كيما نقولوا هذوك الكويرات هاكا زيد كولوه بشويه يو هكا خطا الماء خطا السميد
غير شويه. شوفوا كي نطلعها من فتحة قدامكم، زيدو غي هكا بشوية تاع الما، خطر الما خطر السميد خطر الما خطر السميد، دوك نوريكم فاش تحبسو. هنا صاي الشيرات هنا زدت زدت واحد الخطرات الخطرات اللي درت الماء السميد الماء السميد وقعدت غير نفتر غير كيما هكا غير كيما هكا دور غير لصفاقهم كيما هكا هكا دوك تنشفو غادي ولا شويه تاع السميد دوك تبدا دور الغربال الغربال هذا كاع الغليظ حنا نقولو لها السقاط كل واحد وكيقولها كيقول له خراج كان يقول له رفات كل واحد كيقول له غيابيل المهم هذاك الغليظ كاع نديرو كاع داك الفتله هذيك اللي فتلتوه هاكا مش كي تزودو الطعام يبغوش شكل غليظ تجيكم حبة غليظة حبة دقيقة هاكا دوكا تغربلو كاع تفوضو هاد كلها كي دير سيرتو في ال كيما قلتلكم في الغربال الغليظ هاكا تقعدو تحركو كيما هاكا كي كنا نفتلو وهاد اللي بقى مكور راني عاقله عليها كيما قدروا نفخوه كاع ونعجنوه ونديروه مطلوب صافي نفتلوه نفتلو الاولى كيما قال لك تاع لا في قرب رمضان كي نفتلوه ونن يبسوه كان عندنا في الحوش تيبسيه وتلميه ودسيه وغدا طعام كي داير نضروك تاع اللي تحلو دروكنا دروك بهذا الرفات هذا تاع الطعام الوسطاني اللي تحت الغليظ كاين اللي تحته وكاين الرقيقة تاع الفرينة كيما نقولو حنا دوك تشوفو الشيرة تاع الطعام كي داير ساهل هذا ضربة زوج نتوما كاتبين الطعام ها شوفو كي راه يبان معاه والله ما تتعبو كاع ساهل 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 تاكلو طعام شباب ها شوفو الشيرات ها هو تبغو تغلضوه تبغو ديروه شويه رقيق انا هنا شويه اللي مغلظاته تاع المرقة نبغيه غليظ ها شوفوا الشيرات كي داير طعم تاع الفتيل ساهل وكان نكمل كيما هكا كمل الفتيل تاع الطعام تاعي دوك ندير القدا تاعي تاع الماء الحمى باش يفور نفوره من بعد نكمل معاك ان شاء الله شوفوا شيرات صاينا كملت الفتيل تاعي صاي كملتها ولا هنايا هنا دوك درتها في القصعه رجعتها في القصعه عليها خاطر غادي نحبكها بشويه تاع فرينه شوفوا شيرات هذاك السميد كيلو تاع السميد اللي كنا اللي وريته لكم في الاخر في الاول شوفوا شحال بقى لي منه شوفوا صدقوني الفتيل تاع الدار حاجه اقتصاديه دوك شي بورصه ما عادش حال 12 ولا 13 شي كيلو تاع السميد ب 6000 ولا 7000 تفت ليه وديري تاع الدار خير نقي وحاجه سهله هذه هي شوفوا هنا كي جا حبه قد خدتها شوفوا هنا الشيرات كي جا داير هنا دروك اللي تحكوا خاطش علاه ديولا تحكوا بالفرينه باش كي تفوروه تقعدوا تنفخوا فيه ما يتعجن لكمش الفرينه تاع غير هكا كيما وريتكم في البوكس اي شويه تاع الفرينه كيما هكا نزلوا كيما هكا طلعوا كاع الفوقه طلعوا كل شيء فوقه كيما هكا قعدوا تجبدوا غير بشويه وزيروا هكا زيروا مليح باش باش ما يتعجنكمش هذا المكان اي شويه شويه بصح حبكم عاودو نطلعو كيما هكا شوفو كي راه شباب الحبه قد خدها ها
هنا الشيء دوك كيديروا له الفرينه دوك نعاونوا نضرب بالغربال ماشي غير ديروا الفرينه تروحوا تلموا تفوروا هنا زيدوا عاودوا وضوح هنا كنضربوا الغربال الكيكه باش تهوت ديك الفرينه هاو دو شوفوا ديك الفرينه كيتهود ها شوف ديك الفتله هنا ها دوك نصاي دوك انا نوضها غايه مليح واني دايره كذا تاعي دوك نحط نفوره ونوري لكم شحال تفوروه من خطا تاع الفتيل تاع اليد هنا شي تشوفوا هذيك الفتله تاع اللي بقات لي الفتله اللي فتلت بها كاع وغربلتها كاع شوفوا هنا بقات لي هنا حاجه ما ضيعش هنا زدت لها شويه تاع السميد درت لها شويه زيت والملح وهنا عجنتها غادي ندير لها خبزه تاع فطيره دوك هما راهم رايدين مازال ما ينوضوش بينهم بين 11 ينوضو حسب رمضان ملي داروا هاد الحجر الصحي الدنيا دخلتها غير قاد وماكلة هنا ها هنا زدت لها شويه تاع سميد باش تجي خبزه كبيره ها لهنايا دوك نخليها تريح بلا ما فيها لي طعام خليها تريح دوك نطيبها لهم باش كي ينوضوا يجبروها واجده حانيه يتقهوا بها خير من حاجه حلوه شويه تشوفوا هنا المرقه تاعي صاينه طفيت خليت على الكيكوطه صايب الحمص راه داخل طياب راه مليح هنا دوك ندير ديك الخضره تاعي كاع رميها هنايا كتبوا شي ما باش ما تجيكمش صامطه هنا عندي ديال الخضره تاعي دوك زيت تغلي غير شويه نبلع عليها هنا راني غير من نصور وحدي دوك نبلع عليها غير شويه وقت خمس دقائق وقت الخضره ما عندها روح كيما قال الدوب الخف والطيب هنا دوك نبلع عليها صاي وهنا شوفوا هنا الطعام تاعي راهي فور دوك نفوره نكمله دوك يفور الاولى نزيد الزوجه وتزيد الثالثه هذا تاع الفتيل تاع اليد يبغي التفوار باش ما يبغيش معجن هنا شي صايط طعام هذا التفويره الاولى ها فورته هنا دوك نحله تقطعوا له شدنا هنا غير رشوا ما ديو له لا ملح لا والو هذه التفويره دوك غير هكا نحلها غير شويه غير شويه تاع الماء كيما هكا ونعاود نرجعه يفور هنا ما نديرلهش انا الملح انا كما قال لك انا نديرها مسوس هكا بالغيفتيته تاع المقدمين خاطش هذا الطعام تاع اليد تاع الفتيل يبغي تفوري شحال من خطره ماشي كيما تاع البوسه يكونوا مفورينه هاكا كي تحليه شويه هاكا راح يميل دوك انا نحلها كاع كيما هاكا ندير لها غير رشه تاع الماء نعاود نفورها ونعاود نديرها يفورم ونولي معاكم ان شاء الله هنا صاي الشيرة تشوفوا الطعم تاعي راه هنايا صاي راه فار تفويرة هادي الأولى دوك هنايا صاي ندير لها الملح كترش الملح خاطش المرقة تاني مالحة دير تعشو تاني مخضينها ديرو شوية ودوقو لا خاص لا ديرو كرشو ديرو لها الماء أنا ندير لها الماء كيما كنكترو لها شما وعارفين تاع الطعام ميجيش بشمخ بزاف يجيكم معجن كي تاكلو تسقوه بالمرقة يجي معجن بصح هذا تاع الدار مي راه محبوب ما تخافوش منه ما غير ديروا الماء هكا ولا زعما ما يتعجنش خاطر راني حابكاته بالفرينه مفتول غايه ها شوف انا راني نزيدها في الماء دوك نرشه كاع بالماء ونغطيه ونخليه ينشف غايه غايه مازال بحال انا نشبخه ونخليه نغطيه المرقه تاعي صايي طايبه دوك نروح نطفي عليها الفطيره راهي طيب دوك نفخه كيما هكا الشيرات وغطوه من بعد كي تبغوا تعاودوا تفوروه حلوه بشويه تاع زيت ديروا شويه تاع زيت كيما هكا وحلوه وفوروه هيا وديروا له الدهن صاينا راني كملت هذوك هذا الماء كاع يشرب يجي علامه ها شوف هكا غطوه بسربيته وخلوه كي يقرب الوقت تاع الفطور كاع بديه يفوروه صاي الشيرات طعام انا صاينا فورته في التفويره التاليه هنا دروك عندكم كي راح الشباب شوفوا الشيرات هاي طحن غير وحده ما معجن ما والو شو الماء قال لي درت له شوفوا كيف عاد هنا راه عندي الدهان شوفوا الدهان عندي هنا الدهان تاع البقره انا نخدمه الملحه نشي الدهان تاع البقره ما عنده وحدين كونفيونس نعرفهم غايه نشي ونخدمه ندير له الملح ونبلع عليه في قرصه ونخليه يطول حتى يولي حار يجي شباب في الطعام وندوبه انا راني مخلطه داير شويه دهان مارغرين وشويه تاع دهان تاع البقره داك الحار لا بليبار غايه عارفوه ذوبوا شيرة خير الدهان شوفوا باش يجيكم الطعام يجي مدهون شباب
ما ياكلكمش الدهان بزاف ذوبوه. انا راني مذوباته دوك، هنا راني نسبيه هنايا هاك. شوفوا غادي هاك، شوفوا هنا كي راه يبان كي ذوبوا بخفي يندهن لكم. ما ديروش الدهان كيما هكا بالمغرف بالقرده كيما هكا وديروا. شوفوا هنا، شوفوا كي راه معايا كيما مدهون راه هاد العفسه ولا ثاني جوسي. وما يديروا الدهان كيما هكا، كي رحت عندهم حتى شوفهم يذوبوا في الدهان تقولي لا، كي دير ذوبي كيما هكا يجي شباب يشرب في الطعام خير من اللي ديريه كيما هكا. ها شوفوا الشيرات، ومازال راه شفتوا داك السميد اللي وريته لكم في ثلثه، عندكم شي حاجه ني طعام، ومازال راه يفور الثالث تاع الزبيب. دوك انا ندهن كاع الطعام تاعي بالدهان وجده، شوفوه معايا في صحن التقديم ان شاء الله. صاي حباباتي، ها هو الطعام تاع اليوم راه واجد. ها شوفوا خواتي هذيك كي سوقتها هنايا سامبل عادي تاع هنا. شوفوا هنا كي درتها، شوفوا الطعام كي راه يبان شباب تاع الفتيل. زوقتها هكا نورمال، كاش كيما تعرفش تزوق الطعام. هنا المرقه شوفوا هنا كي راهي حمراء هنا وشابه هنايا. هنا سقي لكم شويه تشوفوها كي جات شابه. هذا هو طعامي تاع الفطور تاع اليوم. انا دوك نفطر انا وليداتي وراجلي ان شاء الله. هذا وقت الفطور، راه حامي المرقه. شاهدكم في الجنه. نتمنى الروتين تاع اليوم تاع الطعام تاع الفطير وتاع المرقه راهي عجبتكم. ماذا بكم ان شاء الله ما تنساونيش الاشتراك والجيم، ودخلوا قناتي الشيره تستفادوا غايه الغايه، تستفادوا حاجه اقتصاديه. وتبعوني، راه جاي غير جديد رمضان، راه جاي ان شاء الله راه غير جديد مفاجات في رمضان. تعلموا تعلموا، راه كاين جديد بزاف بزاف. قاوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، تهلاو في رواحكم، مع السلامه، ما تنساونيش.